그래서 거의 너무 없어요.
قرية عزاء وطوخ ومحبوب، وكل القبائل المجاورة والقرى اللي كانت مجاورة ليهم كانوا حريصين من اليوم الأول على إنقاذ طه. يعني كان في إشارات بينه وبينهم منذ اليوم الأول بعد ما ادوله حبل علشان يطلعوا لك إن الحبل انقطع. تم التبليغ مباشرة لإنقاذه، والأهالي دعموا المكان بالمعدات، وكان في أكتر من 200 شاب في مكان الحادث علشان ينقذوا طبعا من الأهالي والقرى المجاورة. أول فجرا انتهى، حاولوا ان هم يوصلوا له تاني او ان هم يتكلموا معاه تاني، لكن مع الاسف الشديد مفيش اي رد فعل منتهى. واضح ان اصابته كانت شديده بعد سقوطه في البئر. انقطع التواصل، لكن الاهل ما فقدوش الامل وحاولوا ان هم ينقذوه بكل الاشكال الممكنه والمعدات اللي قدروا ان هم ينزلوها في المكان ويحفروا في مكان البئر علشان يقدروا ينتشروا طه من البئر، كان على امل انقاذه حيا. زي ما بنتابع معاكم احنا دلوقتي من قدام مستشفى المياه العام بعد انقاذ عثمان منذ ساعات حتى وصول مستشفى المياه العام، وهيطلع من المستشفى على مدافن العائله بمسقط راس عزاء. يعني هنا الاهالي زي ما انتم شايفين يعني على وجوههم متأثرين جدا باللي حصل لطه. يعني 7 ايام من التعب والارهاق ومجهود بدني كبير من كل الاهالي هنا من قريه عزاء داخل محافظه المنيا، اللي بذلوا مجهود كبير جدا عشان ينقذوا ابنهم من البئر. احنا معاكم دلوقتي في خلاص يعني لحظات الخروج من المستشفى، لحظات خروج عثمان من المستشفى ووصوله الى مدافن العائله. شديد جدا هنا من جميع الاهالي في قريه عزاء وطوخ ومحبوب وكل القرى المجاوره والقبائل العربيه، مش بس من داخل محافظه المنيا لكن في القبائل في المحافظات هنا موجودين داخل المنيا عشان لحظه خروج جثمان ولحظه وصوله للمدافن العائله. وحكى لها ان هو كان بيشتغل في ارضه قبلها بيوم ولقى
لقى عقرب فطلب منها ان هي تحضر له جزمه طويله تحميه من العقارب اللي بيشوفها، لان طبعا انتوا عارفين طبيعه البيئه صحراويه، طبيعه البيئه الصحراويه يعني بتكون مليئه بالحشرات السامه سواء عقارب تعابين. الحادث اصبح قضيه راي عام، واصبح العالم كله بيتداول الاخبار الحكايه وبيتابعوا محاولات انقاذ بشكل مستمر، متاهبين للحظه خروج طه من البئر. المهمه طبعا كانت صعبه جدا في الانقاذ، وكان يعني ده يوم 7 على التوالي حد خروجه من منذ ساعات يعني. لطبيعه طبعا التربه الصخريه كان خد مجهود كبير من اهالي القريه اللي كانوا شغالين ليل ونهار علشان ينقذوا طه من البئر. يعني محاولات مستمره وتكاتف شديد في اللحظات الفارقه كان هو المشهد المتصدر من اهالي القريه والقبائل العربيه من كل مكان في منذ اللحظات الاولى وحتى اليوم 7 على التوالي لانقاذ طه من البئر. تم استخراج الجثمان منذ قليل ووصوله الى مستشفى المنيا العام زي ما انتم متابعين معانا. الازدحام الشديد هنا قدام المستشفى من الاهالي والقبائل العربيه من كل مكان، متأهبين للحظة خروجه من المستشفى، خروج الجثمان من المستشفى ووصوله إلى مدافن العائلة بمسقط رأس بقرية عزاء. في الأيام المباركة دي، وربنا يصبر أهله على هذا الحادث صعب جدا، يعني كان صعب جدا. يعني كان والدته لحد آخر لحظات ما كانتش تعرف بخبر وفاته أو خبر أصلا سقوطه من البئر. كانوا بيقولوا له إن هو عمل، كانوا بيقولوا له إن هو عمل حادث وفي المستشفى بيتعالج طبعا لكبر سنها، لكن طبعا الخبر صادم جدا بالنسبة لأي أم إن ابنها واقع في بئر أو بيعاني. كان يعني حادث صعب وقاسي يعني على الجميع. أنا النهارده كنت معاكم من بعد خروج عثمان طه من البئر ووصوله إلى مستشفى المنيا العام بداخل محافظة المنيا، ومنتظرين لحظة خروجه من المستشفى وصولا لمقابر العائلة لدفنه في مسقط رأس بقرية عزاء التابعة لمركز المنيا. كنت معاكم عبير محمود من داخل محافظة المنيا، موقع بصراحة الإخباري. بشكركم لحسن المتابعة.